حادث غريب أقدم أحد الأشخاص بحر الأسبوع الجاري على استخراج جثة زوجته التي توفيت لمدة تزيد عن سنة من قبرها الكائن بمقبرة الشهداء بعاصمة الشرق وجدة. وعن أسباب إقدامه على هذا الفعل، حسب ما رواه مرتكب الجريمة لشهود عيان أنه رأى رؤية في المنام حيث جاءه الرسول وأخبره بإخراج جثة زوجته من القبر بدعوى أنها لا تزال حية. الأمر الذي جاء به إلى المقبرة ليلا لقيامه بهذا الفعل الغريب، حيث قام باستخراج جثتها وإعادة القبر كما كان. هذا وتم إخطار عناصر الشرطة التي حلت بعين المكان وألقت القبض على مرتكب الجريمة ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، فيما نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي لإخضاع إلى تشريح طبي بتعليمات من النيابة العامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.